دائماً ما يلاحق المشاهير الكثير من المعجبين والمصورين في كل مرة يخرجون فيها، ومن هنا يبرز أهمية توافر أشخاص معنيون بحمايتهم. دعونا نتعرف في هذا الفيديو على أكثر الشخصيات الهامة حراسة حول العالم. كيم كارداشيان. حينما سافرت كيم كارداشيان إلى باريس، تعرضت مجوهراتها للسرقة وكانت تبلغ 9.5 مليون دولار. بعدها اتبعت كيم كارداشيان وزوجها تدابيرا أمنية دقيقة لتمنع مثل هذه الكوارث في المستقبل، بالإضافة إلى تحركهم في سيارة مصفحة. يتحرك معهم أحد حراسهم الثلاثة ولا يفارقهم، كما كلفوا منزلهم 1.5 مليون دولار لتأمينه. أما عن الحارس الشخصي السابق، فقد قامت كيم مقاضاته بسبب إهماله في حمايتها من السرقة، ودفع الحارس 6.1 مليون دولار لها. مارك زوكربيرغ. حراس مؤسس موقع التواصل الاجتماعي الأكثر شهرة في العالم، هم نفس حراس الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما. لم يختر مارك زوكربيرغ حراسه الشخصيين عبثاً، فقد تعرض إلى الهجوم أكثر من مرة، وقام بتجهيز منزله بالكثير من الاستعدادات وكاميرات المراقبة التي كلفته 12 مليون دولار. وفي عام 2006 زاد موقع الفيسبوك 6 مليون دولار من مصاريفه الموجهة لحماية مؤسسه مارك زوكربيرغ، وزاد هذا المبلغ في عام 2017 ليصل إلى 9.1 مليون دولار، ليصل بعدها هذا المبلغ إلى ذروته في عام 2018 ليبلغ 22 مليون دولار. الأمير هاري. من بين المدرعات وناقلات الجنود والدبابات ونظارات الرؤية الليلية والزي التنكري، يكلف وجود مثل هذه الحماية حوالي 100 مليون جنيه استرليني. كان ذلك هو نوع الحماية الذي يتلقاه الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل حينما كانا يسكنان في إنجلترا. تبدلت كل هذه الرفاهية بين يوم وليلة حينما تخلى الزوجين عن كل ألقابهما الملكية وانتقلا للعيش في جزيرة بعيدة يحرسهما 20 شخصا فقط بالتبادل على مدار الساعة، ويتم تغييرهما كل أسبوع، وتبلغ تكلفة وجودهم في الأنحاء 2.5 مليون دولار. فلويد مايويذر. قد تتخيلون أن لاعبي الملاكمة لا يحتاجون إلى حراس شخصيين لأنهم أقوى منهم، ولكن هذه الحال ليست صحيحة تماما. لدى لاعب الملاكمة المحترف المتقاعد فلويد مايويذر أكثر من 10 حراس شخصيين، أكبر حارس فيهم يكلفهم 150 ألف دولار لتواجده حوله طوال العام. في مايو من عام 2018 تعرض موكب اللاعب إلى الهجوم أثناء تواجده في أتلانتا، وتوفي على أثر الهجوم أحد حراسه، كما تكرر الهجوم عليه العام الماضي خلال شهر مارس على يد مجهول، وتوفيت على إثر الهجوم زوجته. وقد تكون هذه الأحداث مبررا كافيا للاعب كي يحافظ على مثل هذه الحراسة المشددة. ليوناردو دي كابريو. النجم العالمي ليوناردو دي كابريو يمتلك أكبر عدد من الحراس الشخصيين في هوليود، حيث يحرس ليوناردو حوالي 50 حارس شخصي. بدون وجودهم قد لا يذهب دي كابريو إلى أي مكان. بيونسيه. بعد أن تعرضت بيونسيه وزوجها للهجوم، بدأت الاحترازات الأمنية تزداد يوما بعد يوم. يرافق الزوجين على الدوام 3 حراس، أما أثناء الحفلات فيكون هناك ما يقرب من 300 حارس شخصي لهما، وكلما مر الوقت زادت التكاليف. اكتبوا لنا في التعليقات أي من هؤلاء المشاهير تحبونه أكثر؟